بسم الله الرحمن الرحيم. أترحم على شهداء سوريا الأحرار. ملازم أول مهندس خلدون سامي زين الدين من طائفة الموحدون الدروز من مرتبات اللواء 240، وهذه الهوية. أعلن انشقاقي عن الجيش الفرعوني الأسدي الذي طغى وتجبر وأجرم، وأعلن انتمائي إلى لواء ضباط الأحرار، وأقسم بالله العظيم أن أقاتل حتى تحرير سوريا من أرجاس هذا الزمان أو أستشهد دون ذلك، وأطلب من أهالي محافظة السويداء، سويداء الثورة السورية الكبرى، سويداء سلطان باشا الأطرش، أن يهبوا لنصرة أخوتهم في سوريا المحتلة من قبل فرعون الفراعنة بشار الأسد وأعوانه. وعاش سوريا حرة أبية.